يقول: كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ وهل من يثني على اهل البدع يكون كفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت انكاره، انكاره وعدم الاقرار به. والطاغوت يكون في العبادة، كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذه عبادة الطاغوت. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما يعبد من دون الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها. وكذلك الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بما يحكم بغير ما أنزل الله، هذا من الطواغيت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان لعنه الله، وهو رأس الطواغيت. نعم.